الانبا مكاريوس طلع بيان كان واضح فيه جدا وشرح ايه اللي حصل. ورونا بيان يا جماعه الانبا مكاريوس اللي هو صدر يوم الجمعه 31/8/2018. هو بيتكلم على التزاما عشان ما يبقاش فيه اخبار متناثره. بعد ان انتشر الخبر على مواقع التواصل الاجتماعي لازم ان ننشر هنا حقيقه ما حدث، فقد تعرض اليوم اقباط القريه لهجوم من المتطرفين. تم الاعتداء على منازل كل من الراجل راصد منازل عادل سعيد رزق ورضا عبد السيد رزق وكامل فوزي شحاته وفوزي شحاته بطرس، خلي بالكم، ونهب بكميه من المشغولات الذهبيه والاموال وتحطيم الاجهزه المنزليه والكهربائيه وادرام النار في بعض ممتلكاته. اللي هو انت تقول ايه؟ طب دي ناس راحه تمنع ناس من الصلاه ايا كان مبرر المتطرف ده اللي راي. يعني انت رايح متضايق، حضرتك متضايق ان في ناس بتصلي وصوتها عالي بالصلاه، فانت رايح تعترض عشان خلي بالك يقول لك بيصلوا في بيت من غير تصريح او عملوا البيت كنيسه من غير تصريح، وده الكلمه دي قمه العبث في الحياه المصريه. بس هنجيلها بعدين. طب انت عاوز تمنعهم من الصلاه في البيت بحجه انه ده بيت عملوه كنيسه وما معهمش ترخيص. طب بتسرق الدهب بتاعهم ليه؟ رقم واحد. بتكسر الاجهزه الكهربائيه بتاعتهم ليه؟ بتولع نار في بيوتهم ليه؟ يعني اذا كنت انت رايح عشان ترضي ربنا في اعتقادك انك تمنع الصلاه في كنيسه مش مرخصه ليه؟ وبعدين كمل البيان بتاع انبا مكاريوس. فاصيب مين كمان؟ اصيب عادل سعيد رزق مدرس عنده 54 سنه بجرح قطعي في فروه الراس، وفضل عطيه نجيب 45 سنه بجرح قطعي بالشفه العليا، واصيب كذلك احد رجال الاطفاء وتمت معالجتهم في مستشفى المنيا العام. المفاجاه اللي بيكشفها البيان ده بيقول حاجتين. الحاجه الاولى انه الانبا مكاريوس بيقول يا جماعه كان في تسخين وكان في اخبار متناثره على انه سيتم هناك او سيتم اعتداء على الناس اللي هتصلي يوم الجمعه، لكن ما كانش في اجراءات احترازيه، لانه طبيعي حاله التحريض اللي احنا شفنا نموذج منها وحاله الحشد اللي هي بتتم قبلها بيوم ولا بتتم قبلها بيومين كانت معروفه، لكن انبا مكاريوس كما يرصد انه ما كانش في اجراءات احترازيه لمنع الاعتداء على المسيحيين هناك. المفاجاه الاكبر اللي موجوده في البيان ان بيقول انه مثل هذا الامر تكرر بصورته قبل ذلك في سنه 2005، واضطر بعض المسيحيين ان هم يسيبوا القريه. وبعدين بيحط بقى القاعده الاساسيه انه لو كان هناك اجراء حاسم وقتها ما كانش حصل النهارده هذا الكلام. طيب ده امتى؟ احنا هنا بنتكلم يوم الجمعه. الداخليه راحت وفضت الاشتباك وقبضت على عدد من المشاغبين والمعتدين. حصل. يبقى في عندنا هنا عشان نرتب الموضوع. كان المفروض ان تكون هناك اجراءات احترازيه ان الواقعه ما تحصلش. بعد ما حصلت، بعد البيت ما شفتوه جه على الارض، بعد الدهب ما اتسرق والاجهزه الكهربائيه اتكسرت والبيوت اتحطمت وزي ما انتم شايفين ببانها، الناس راحت فكت الاشتباك وقبضوا على بعض الناس. طيب ده كله الجمعه 31. يوم السبت الانبا مكاريوس طبيعي اتكلم وعمل مداخلاته وصرح تصريحات اكتر من مره وشرح ما جرى واستقبل المصابين. عايز اوري صور، عايز اوري لحضراتكم صوره مع المصابين اللي هم ضحايا هذا الاعتداء، لانه هو الراجل هناك الراعي. يعني ده مثلا اهو، ده اللي على اليمين ده واحد الناس اللي تم الاعتداء دماغه اتفتحت، فهم مع الانبا مكاريوس. في مجموعات اخرى برضو استقبلها الانبا مكاريوس للتخفيف عن يعني ما لاقوه في هذا الموضوع. لا لسه في صوره مع الناس اهو، دي الصوره الثانيه لامم الناس حواليه، لانه الناس دي محتاجه في لحظه معينه الى جبر خاطر. يعني هو رايح يصلي لربنا، لا واحد بيضربه وبيسرقه وبيحرق بيته كمان،
وعايز اقول لحضراتكم اختلاف العقيده لا يبرر اي اعتداء من اي نوع ايا كان، ولا يوجد شيخ ولا عالم ولا باحث ولا دارس يقدر يقول لنا انه اختلاف العقيده ده يتيح ليك انك تمنع احد بالقوه انه يصلي في بيت ربنا.